يقولوا لي شو رايكم بهالغراض؟ يا قلبي شحلاته شحلاته، شوف شوف شوف، حلو حلو مره. شوفي هات. الله يقومك بالسلامه يا ديم حبيبي. شوفي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، لكن انت يعني ليش جايبه من كل قطعه اكثر من لون؟ هلا الازرق اذا كان صبي، والبينك اذا كانت بنوت، والابيض قلت لحالي بيلبق للاثنين. ما تعمو بحياة الله، انت شو قلبك حاسك؟ يعني صبي ولا بنت؟ يا حبيبتي صبي ولا بنت اللي الله يجيبه الله يحييه، بس المهم انك تقومين بالسلامه حبيبتي. طيب حبيبي انت شو حابب، صبي ولا بنت؟ والله بصراحه انا اتمنى بنت. الهي يسمع منك يا ماجد يا ابو المزنه، بتعرفوا بيقولوا ان البنت حنونه كثير، مو هيك؟ ايه طبعا حنونه، بس الله يرجعك يا شرك بالسلامه، إذا رجعت راح تشوفون الحنان بعينه. آمين يا رب. هلا ما قلتوا لي عجبوكم الغراض؟ أختي جننون يجننون. قلبي على طاري الأغراض، أنا لازم أروح بيت شروق عشان أجيب عندي أغراض من هناك. إي زين، أجل بالمرة أجيب العيال معك. وين عساهم يوافقون بس. مرت عمو لا تاكليهم، أنا بروح معك وبقنعهم إنهم يجوا، أصلاً والله أنا شايفة عادتهم هنيك لحالهم ما لها طعمة. يا حبيبتي شلون تقنعينا بحنا عجزنا وحنا نبيهم يجون؟ انتي لا تاكليهم، اعتمدي علي وبس. خير ان شاء الله. حلوه. مساء الخير. هلا. مساء النور. مساء النور. سلامات، في شيء؟ ها؟ لا ما في شيء. اختك فيها شيء؟ الشروق ما فيها الا العافيه. من شوي كلمتني على التليفون. وش في وجهك كذا منقلب؟ بس ماشر. امي. خير، ايش فيها؟ ايش فيها امك يا ولد؟ قول. تكلم، ديما منا وفينا، قول. شروق علمتني ان امي تبي تطلب الطلاق. حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم. خير؟ فيك خفت جني؟ لا لا بسم الله، سمي سمي. لا والله بد طلعتي في وجهي كذا. شو اخبارك؟ يلا حيا حور. الله يحييك. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. الجو حر صح؟ كنتم اي والله، عشان كذا ودي ادخل وشكلي بنام انا. يلا تبي شيء؟ لا سلامتك. الله يسلمك، يلا تصبحين على خير. انتم اهل الخير. أنا ضاع من عمر السنين في الانتظار والخوف، ومو مستعد أضيع اللي باقي منها. بكرة الساعة 7 مساءً فانتظرك في الكافيه نفسه. لو ما جيتي أبعتبر الجواب وصلني.